صادق نتواصل معكم، وكما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أنه نحن هذه الأيام نتنسم ونسترجع ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن نستخلص كثير جدا من العبر والمواعظ والدروس عن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام، لتعيننا في مقبل حياتنا الشخصية وحتى الاجتماعية أو حياة الأمة الإسلامية بصورة عامة. كل تأكيد. إذن يعني نترسم هذه الذكرى العطرة على قلوبنا، ونجتر كثير جدا من الذكريات ومن القصص والعبر عبر تاريخ جميل هو تاريخ المصطفى المعظم عليه أفضل الصلوات والتسليم. وباحتفائنا الكل يتمعن ويتعلم من خلال هذا التاريخ. سعداء أن ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الله عبد السلام أمين مجلس الدعوة والإرشاد بمحلية بحري للحديث عن احتفائهم وبعض أيضا الموضوعات التي يعني لها علاقة مباشرة بالمولد النبوي الشريف وسيرة المصطفى المعظم والمحبب لقلوب الكل. أهلا بك وسعداء جدا بك عبر صباح الشروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، ومرحبا بقناة الشروق، وسعيدين أن نلتقي في هذه الذكرى العطرة لرسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شهر ربيع هو شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وميلاد النور، وهذا الشهر مؤكد ربنا خصاه بهذا الشيء، يعني أن يولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون نورا، ليقشع الظلام، ليكون الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى كل بني البشر. الحمد لله ومرحبا بكم مرة أخرى. وحقيقة شهر ربيع شهر يعني خصه الله سبحانه وتعالى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ بداية المولد والإرهاصات والإعجاز، وكلنا نعلم قصة الفيل، وهذا المولد الذي ارتبط بهذه الإرهاصات تدل على أن هنالك هذا الشهر غير طبيعي وهذا الحدث غير عادي. ولذلك ظل الناس على مدى السنين يحتفلون بهذا، كما عبر عنه بعض الشعراء: هذا ربيع الخير قد أتى، والكون كله صار مغردا، وشاء الله للكون رحمة أن بعث للعالمين محمدا. فهذا الشهر يعني هو شهر الخير، ويسمى ربيع الخير يعني الناس لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول نور أداء، أخرج الناس بنور الله من الظلمات إلى النور، وهو رحمة للعالمين. إن الرسول نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. نعم، وهذا المهند المسلول من سيوف الله، بالنظر على أنه هو سيد السادات والسند للجميع والعظمة التي يعني يتمتع بها باعتباره من لن أقول من بل هو أعظم الشخصيات في التاريخ، وهو الرقم واحد دائما وأبدا، فهو القدوة. وحديثنا القادم عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول الحبيب القدوة في سيرته العطرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن سيرته تحتوي على كل شيء، فهو قدوة حتى مع غير المسلمين، قدوة مع المسلمين، قدوة في تربيته، قدوة في سيرته. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم ربى حتى الصغار. يعني أنا أذكر بكير بن الشداخ أحد الصحابة الصغار، يعني عند كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القدوة. عندما ذكر له يعني داير يرسل إنه يجيب له حاجة من البيت، قال له: لقد احتلمت البارحة، يعني خلاص بقيت راجل، يعني ما بصح إنه أدخل على النساء. فهذه القدوة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين، يعني في كل مناحي الحياة، يعني في تعليمه للصغار، يعني حتى يتكلم مع الصغار. يعني فأبو محذورة من القصص، يعني أبو محذورة صاحب الأذان، عندما مس الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه 14 سنة ما حلق رأسه، يعني لهذه البركة التي مست رأسه. يعني حتى في عهد عثمان بن عفان يقول له: يا أبا محذورة، فيقول: لن أحلق شعرا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة كان للمسلمين، لغير المسلمين. فهي الشخصية الغربيين لما ألفوا
كتابهم الشخصية الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني لو أخذنا يعني نحن يعني نخجل على أنفسنا أن نحتفي به في العام مرة، لأننا لأن هذه الذكرى وهذه السيرة إذا تناولناها بصورتها الحقيقية فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء. يعني عندما يستدين يجي اليهودي يرجع دينه، الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يحمل سيفه، والقصة مشهورة يعني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره، يعني قال له تأمره باللين وتأمرني بحسن الطلب، تأمره بحسن الطلب يعني. بل عوضوا لما روعوا سيدنا عمر اليهودي، عوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم عوضوا هذا دينه وهذا تعويض ما روعناه. فلذلك الرسول قدوة في تعامله، في دينه، في عبادته، في تعامله مع الناس. يعني هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في شتى مناحي الحياة صلى الله عليه وسلم. أيضا نتحدث في المحور القادم عن الشخصية القيادية للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي ظهرت في كثير جدا من أفكاره عليه الصلاة والسلام أو أفكار صحابته الذين بالتأكيد هو الذي ألهمهم. يعني نتحدث عن فكرة الهجرة مثلا، أو نتحدث عن الخندق. يعني هذا الخندق فكرة سلمان الفارسي، ولكن الإلهام من الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو القائد لهذه الجماعة، العالم بأمورها، المصحح لأخطائها، الحريص على حقوقها وأداء واجباتها. أيضا هو صلى الله عليه وسلم يعني مع أصحابه، ونحن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة، لذلك نجد الصحابة كل تميز في مجال، وهذه المجالات من هذه المدرسة. ولذلك يعني سلمان الفارسي لما قال الرسول سلمان منا آل البيت، يعني لما الخندق جاء، فكرة الخندق نسبت لسليمان، ولأنه رآها في بلاد فارس، فلم كل يقول سلمان منا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. شوف هذه المزية ماذا تعطي سليمان رضي الله عنه، يعني لما نقول الرسول سلمان منا آل البيت، فهذه القدوة يعني تشعر كل صحابي. يعني عمرو بن العاص كان يقول يعني كنت أعتبر بأني أحب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الرجال إليك؟ عمر يسأله وهو متوقع يقول له عمرو بن العاص، لأنه كان يعامل كل واحد كل واحد بأنه يعني يصير قدوة لكل أحد. دي ميزة الشخصية القيادية، الشخصية القيادية من الناس. نعم نعم، يعني كان لما سألوا محتجر أنه يقول لعمرو بن العاص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا له مدرسة صلى الله عليه وسلم، يعامل كل نفس كل أحد ويعامل المدرسة العامة. لذلك فكان أبو بكر ثم من قال عمر ثم من عثمان ثم من علي، فقال يعني بعد ده خلاص هحسب نفسي المية ولا كده، سكت على ذلك. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو عمرو بن العاص واصل في سؤاله لرتب لنا مقامات الصحابه، لكن سال هذا السؤال ليكون هو الاول لما كان يجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يتعامل يحمل الجماعه، ودي مدرسه يعني نتمنى لو اخذنا من هذه المدرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتظمت جميع مناحي الحياه عندنا. فالطفل الصغير والرجل الكبير والقوي وصاحب المهام الصعبة، وحتى الشعراء يعطيهم مكانهم، ارمهم يا حسان يعني. فلذلك كان كل واحد يحتاج إليه في شخصيته. واحد من أهم أسرار القيادة أنه التعامل مع الجميع في مختلف الظروف، في الحرب، في السلم، في التوجيه، في أمور الدين، في أمور الحياة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بالمقابل كان الصحابة يجلونه ويبجلونه ويعظمونه. يعني حتى حسان بن ثابت هذا يعني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يوريك القدوة والمدرسة التي تعلم منها، هو جالس في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليه، قال لم تحملني رجلايا، ما استطاع أن يتحمل وهو جالس والرسول قادم. فقام قال قيام للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له فهم وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. يا سلام. فلذلك كانوا يجلونه، كانوا يعظمونه، كانوا يعني حتى الأمهات تسأل ابنها منذ متى لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيقول له منذ البارحة، فتعاتبه أمه اذهب فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي فيقول له غفر الله لك ولأمك. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار قبل الكبار والكبار، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قدوته مع صحابته. وكما ذكرت هو مدرسة قيادية عظيمة في حياتنا، علينا أن ننهل الكثير جدا من العبر والدروس ومن معينه. يعني ما نستطيع أن ننظر وما نستطيع أن نمشي في دربه. الإسلام هو دين صالح لكل زمان وكل مكان ولكل فئة، والخطاب كان واضح: يا معشر الإنس والجن، النوعين أرسل إليهم رسول واحد، فكان هو دين الإسلام. نتحدث في هذا الجانب عن هذا الدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان، باعتباره كما كان النبي منظم في قيادته وباعتباره القدوة الحسنة، كان هذا الدين أيضا منظم لحياتنا الاجتماعية أيضا. هو كونه إنه هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، نجد كثير من الآيات نزلت يعني بصورة نكرة لتحمل كل المعاني، والخيل والبغال والحمير ولتركبوها وزينة، بعد ذاك الزينة دي شنو؟ تمتد يعني لغاية ما تصل الطائرات والصواريخ وهكذا. يعني لذلك نجد معاني الإسلام تتحمل بأن تتجدد المعاني، لا يتجدد الدين ولكن تتجدد المعاني. الفكرة تبقى ثابتة وتتجدد المعاني بذلك. ولذلك نحن كثير من تطور الحياة، يعني من تطور الحياة التي واصلت تتجدد مع معاني الإسلام. ولذلك كون إنه الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، نحن الآن نعيش في كم القرون التي بيننا وبين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة الإسلامية متمسكة رغم الهنات التي تعتريها بين هنا وهناك، لكن ظل الإسلام ثابت وظل الدين قويم وظلت المعاني ثابتة وظل الناس متمسكين، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني نحن عندما نذهب إلى الحج في كل عام نجد أعدادا كبيرة من 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 دول الغرب ومن دول الشرق يدخلون في الإسلام بصورة ويتمسكون بالدين، ونجدهم أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجمون بلغاتهم ويبكون. ولذلك نجد إن هذا الدين يعني انتشر، والآن نرى حتى في الدول الغربية المسلمين يتجددون ويتزايدون رغم الحرب على الإسلام ورغم الضيق، لكن نجد إنه هذه المعاني انتشرت في غير بلادنا. ولذلك هذا الدين لا شك إنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. أيضا نتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالنساء وكيف نصر النساء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وقت كانت توأد فيه المرأة، نصرها، شاركت معه في الغزوات وفي الحرب والسلم، وأوصانا أن نأخذ ديننا عن عائشة رضي الله عنها. يعني أيضا رفعها مكانا عليا هذه المرأة، وهي كانت أيضا من أوائل الذين حملوا الدعوة. يعني أحمد شوقي يقول: هل كان حول محمد إلا صبي واحد ونساء. فنتحدث عن علاقته بالنساء وكيف أنه أول الذين نصروا المرأة وأخذ حقوقها، بل تحدث عن أدائها لواجبات في المجتمع لا يستطيع أحد أن يقوم بها غير المرأة. طبعا المرأة في الإسلام لها دور يعني رائد، ونتذكر أمنا خديجة رضي الله عنها، فهي أول من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها. ولذلك يعني تتعددت بعد ذاك سمية أو الشهيدة في الإسلام، وهكذا يتوالى دور النساء. وعائشة التي هي من أعلم الصحابة وروت الكثير من الأحاديث، بل روت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يعني ولذلك كانت تسأله عن كل شيء، وكان النساء يأتون لعائشة يسألونها لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لما قام صغار الصحابة تعلموا من السيدة عائشة. ولذلك يعني دور النساء دور كبير، ونجد أن الحقوق والشرائع الإسلامية
يعني نزلت سورة الطلاق لتهتم بالنساء، وكذلك يعني نزلت العديد من الآيات، وحتى التي انتهجها الغربيون المواريث وكذا ما جاءت إلا لتنصر النساء. لأن صح صحيح أنه للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الرجال عليهم النفقة، يعني لا ننسى يعني عليهم النفقة. فلذلك لما نقيس هذه الأمور نجد إن الإسلام نصر النساء وما ألبسها ثوب العفاف إلا ليحافظ عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نصر النساء، كان يعني حتى كان يطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لنا يوما واجعل لهم يوم، يعني كانوا يتحدثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في شأنها صورة كاملة، صورة المجادلة نزلت في امرأة التي تجادلك في زوجها. ولذلك يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بالنساء وكان يحفظ لهن دورهم. ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ لفاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد هذا زوجة أبو طالب عمه، هي التي ربته وهي التي قامت على 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 برعايته وعنايته، فحفظ لها دورها. يعني اضطجع في قبرها عندما ماتت، اضطجع في قبرها، لأن هنا نعلم أنه لا يعذب قبر اضطجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم ينسى دورها، كأنه يريد أن يعلمنا دور الأم ودور المربية. كنت أمي بعد أمي، كان يناديها كذلك، وكان يقيل عندها، ينام في بيتها في المدينة كما كان ينام عندها وهو صغير في مكة. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفظ للنساء، يعني حتى حليمة السعدية يعني حفظ لأبنائها. يعني بعد ذلك بعد أن صار أمره في المدينة كان يبرهم، ولذلك كان يبر صديقات خديجة. بعد أن انتقلت خديجة كان يبر صديقات خديجة، لذلك كان يهتم بالنساء وكان يراعي للنساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث عن النساء يعني حتى في آخر حياته، لا يكرمهن إلا كريم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء شأن عظيم. نعم أستاذ عبد الله عبد السلام، أنت أمين مجلس الدعوة والإرشاد بمحلية بحري، وبكل تأكيد يعني لكم شأن كبير، وعلى مدار الأعوام ومر السنين والسنوات في الاحتفاء بميلاده، ميلاد أفضل الخلق. نتحدث عن احتفائكم في محلية بحري وانطلاق هذا الاحتفاء وشكل الاحتفاء أيضا. طبعا الاحتفال في محلية بحري وفي كل محليات الولاية، يعني الدعوة هي والإرشاد تمثل فيه القدح المعلى، وكل المحلية تشارك في هذا الاحتفال. نحن ننظم ونشرف على هذا الاحتفال بين كل الجماعات التي تنصب القيام في المحلية لتنشد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنشيد والقصيد والمحاضرات والمعارض بكل هذه الصور. ونحن لنا عدة أعوام نحتفي بهذه المناسبة، والتي يشارك فيها كل الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية. ونحن قبل قليل كنا نتحدث عن النساء، ولنا في هذا العام خيمة خاصة للنساء، يعني تديرها نساء وتعبر عن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء. وهكذا أيضا المولد فيه مسابقات، فيه معارض تتحدث، وهنالك معرض إحدى الطرق الصوفية تأتي بمعارض من تركيا أثار الرسول صلى الله عليه وسلم هناك، وهكذا المعرض ضخم جدا. وأيضا هناك مسابقات في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم. المولد في بحري يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بطريقته، لكن وشعارنا هذا العام حب النبي يجمعنا. يعني قد نختلف في كثير من الأشياء، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل الناس في الاحتفاء به، في تعريف مبادئه السامية وأخلاقه العالية وشخصيته الفذة ورسالته المباركة. نحن ننتظر هذا شهر ربيع من كل عام لنحتفي. لدينا 34 خيمة في المحلية،
كلها تحتفي بطريقتها وتعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم ننطلق من أمام مسجد بحر الكبير اللي هي الزفة، اللي هي الزفة، تنتقل من أمام مسجد بحر الكبير عقب صلاة العصر الساعة 3:30، ثم ننطلق بشارع الطيار عبد القادر الكدرو، ونتجه شمالا حتى مستشفى أحمد قاسم، ثم بعد ذلك نتجه شرقا إلى ميدان المولد. وهي دعوة لكل مجتمع وكل محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشاركة في هذه الزفة الكبرى التي تعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله عبد السلام، أمين مجلس الدعوة والإرشاد بمحلية بحري، كتر خيرك، تحية لك ولكل من ينظمون اليوم هذه الفعالية. نحن نتواصل بالتأكيد مع كل المشاهدين الأكارم، ولا نزال في رحاب حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل تأكيد أحمد، وفي ميلاده دائما ما نريد من مدائح النبي أسطرا قلائلا من الشذا معطرة، المادحون ينثرونها على فقيد، يعوذون من مهالك الحساب نومه الأبيد، يسربلونها بلحنها المقدد المديد، أريدها. شيخ يرجحن، وهنا حلقة شيخ يرجحن، يضرب النوبة ضربا فتئن وترن، ثم ترفض هديرا أو تجن. الله 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 الله. حلقة شيخ يرجحن، وهنا حلقة شيخ يرجحن، يضرب النوبة ضربا فتئن وترن، ثم ترفض هديرا أو تجن. الله 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 طبول صارخات بالغبار، من حواليها طبول صارخات بالغبار، حولها الحلقة ماجد في مداري، نقزت ملء الليالي تحت رايات طوالي، كسفين ذي سواري، كسفين ذي سواري، في عباب كالجبال.